طبعا هاي السلاحف البرية تعيش خارج الماي، هذه أغلب الوقت تدفن روحها في الرمل، يعني تبيض تحت الرمل وتدفن البيض مالها وتعيش أعمار كبيرة. يعني تشوف هذه مثلا الحين هذا ذكر زين، هذا عمره يوصل فوق 30 سنة. تغدوا على الخضروات، هذه نفية، هذا ذكر. تميز بين النفية، النفية تجي مكورة كاملة، ذكر يجي مسطح الغلاف ماله. هذا شوف هذه نفية اللي قاعد تمشي، والأوضح تبي تعرف بين الذكر والأنثى، الذكر يجي هني مقوس يعني مسكر هذا المكان، هذا المكان زين يبين هذا الذكر. شو شلون جاي على مثلث، اما الانثى لا تجي على طريق مفتوحه. شوف هذه نثيه، شلون يجي على مكوره دائريه. شوف طريقه النثيه شلون وطريقه الذكر، هذا الذكر بعد طريقه الذكر شلون، والأنثى شلون، هذه نثية وهذا ذكر. اللي يعرف يميزهم بين الذكر والنثية بهاي الطريقة، وهذا ذكر.